السلام عليكم أسيف الله أخوتنا في الجزائر. هذه فيما يخص الاستقالة تاع الرئيس اللي هو يقول استقالة. المفروض هذه مش استقالة، كذا كنت صادق مع نفسك ومع شعبك ومع البلاد اللي أعطتك كثير ما كنت تحلم به. المفروض تقول أقالني الشعب، تكون شجاع، تكون عندك شجاعة. انت باقي لك 3 أيام وتموت، ولا راك ميت، تكون عندك شجاعة وتقول اني وقلت من طرف الشعب وتطلب السماح. هذيك فما تخليها الحكم للشعب اذا كان يسمح لك ولا لا. لكن ما دام قلت تستقيل عشان تضمن وجود الحكم بتاعك حتى لمدة اشهر، درت هذه. وخاصة ان لقيت صالح ماراكش حقاني، ماراكش كيما يقولوا هرجاز، ماراكش راجل. لو كان راك راجل توقف مع الشعب وتطبق المادة 7 و8، المادة 7 لانها تعطي الحق للشعب وما تخليش تطول في مدة تاع هذا الحكم. وهذه الحكومة اللي دارت لمدة 3 أشهر وأخرى فيها تلاعب، وراح تفاهم مع انت ولا بريزيدونس، راكم متفاهمين على رأس الشعب. هنا المفروض الشعب ما يحبش، لأن هذه مؤامرة من الطرفين، لأنك أنت دفعت ب ب بعدد من هذو أصحاب المال الفاسد اللي هم أصلا فاشلين، غير أعطتهم كما يقول لك الكارتة كما نقول احنا. alors que هذه الناس اللي أعطيتهم باسكو ما همش رجالك، رجال تاع بوتفليقة ورجال تاع سعيد، تي لي زادوني، ديتهم كي شغل أضحية، ضحيت بيهم. أوكي ضحيت بيهم، وأنت والناس تاعك ما تضحيش بيهم. هاو كاين 400 جنرال، 400 جنرال قاع راهم قاع كانوا يحافظوا على الأمانة، كنتو قاع تخونوا، قاع تخونوا بلا حساب. يا فيكم يا ربي فيكم 5 6 اللي ما هم منقيين. المحاسبة، احنا طالبين الشعب ما يسكتش على حقه، لانه هذو سرقوا بزاف، والجنرالات هذو اللي هم متدورين به ودوروا في لا لوا 102. المفروض ما تديرش لا لوا 102 الا كنت في جانب الشعب. انت راك تخدع في الشعب، كذبت على الشعب. المفروض تطبق المادة 7 تعطي الحكم للشعب، هكا باش يكون جمعية بالخاف تندار جمعية ويدوروا انتخابات بيس على الدستور تاع 96 وتندار بالخاف، والشعب يحكم ويخير ناس جدد نقيين ويديرهم ويكون حكومة ودون. لكن ها كانتوا مضمنتوا الحكومة هذه تطول، وهذا بن صالح اللي ماهوش أصلا صالح، من دخلها صلاح هذا خرب أبو قتال، كان في التسعينات كان كتل. anyway مشاركهم في الجريمة الكبرى، وراح بعنا، راح قال لي بي اوروبيان روح باش يضمن هذا الفترة هذه باش يضمنها هو. هذا هو الحساب اللي هم دايرينه، وهذه الحساب احنا ما سكتوش عليهم. احنا سلمية سلمية، ونهار الجمعة ان شاء الله لازم يخرج الشعب بقوة، وإطاحة الإطاحة بالاثنين، ومشي استقالة من عند بوتفليقة. هذيك إقالة، تتعد إقالة، أقاله الشعب، لأن الثورة أقالته تقيل كمان كما يقول لك قايد صالح والجماعة تاعهم المرتشية هذه، باسكو كثروا بزاف، كثروا او بوان بلي ضروا الشعب، والشعب ما ينجمش يصبر لهم اكثر من هاك. لازم يتقالوا كلهم كي قال الشعب، ارحلوا ترحلوا، يعني ترحلوا، وخليكم دائما استعملوا هذو الايفون والسمارت فون هذو، وديروا دي فيديو على كل شيء. لو كانت تقصر شي حاجه ولا يكونوا شهود عليهم، اللي احنا الشعب كان سلمي 10,000%، اللي كان شي حاجه هما اللي بغاو ينتقضوا على الشرعية الدولية، لأنها معانا. أي شعب من حقه يدير ثورة، يثور على حكامه ويغير دساتيره ويتغير قوانينه ويغير حكامه، لأن الثورات تسقط كما قلت لكم، تسقط أي حاكم مهما كان، مالك أمبراطور تسقطه. لكن هما كانوا يدعي على أساس أنه حراك امتي موفمون، نان سي با موفمون، ثورة قام بها الشعب والشعب وحده. وهذو الميتين احنا قلنا لكم احنا ساندونا باش تسرقوها منا، ساندونا يعني تساندو تساعدوا الشعب باش يطبقوا المادة 7 و8. راكم تلعبوا بدينكم،
وهذا مانيش عارف راه الأب مابول هذا قاعد صالح وكواسي سي سباس، باسكو هذه الجمعة إن شاء الله لازم يطلبوا بإسقاطه، هو رخان الأمانة خالف الوعد، هدر هدرة مي إلا في نوتخ شوز. أي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.